السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا قال حسام عوار في آخر تصريحاته عن أهدافه المستقبلية. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. تحدث حسام عوار عن أهدافه المستقبلية رفقة ناديه أولمبيك ليون خلال الفترة القادمة بعد الوضعية الصعبة التي عاشها في بداية الموسم. وقال حسام عوار في تصريحات لموقع لو كوتيديان دو سبور: الأمر كان معقدا جدا بالنسبة لي في بداية الموسم مع أولمبيك ليون. وتابع حديثه قائلا: الأمور تتحسن بشكل تدريجي مع المدرب لورون بلون، وأنا أسعى للعب أكبر عدد من المباريات. ليختتم حديثه قائلا: أستهدف أن يكون مستواي أكثر انتظاما، خاصة عندما أتذكر الوضعية التي كنت عليها في بداية الموسم. ولم يتطرق حسام عوار لقضية تمثيله الخضر في التربص القادم، ولم يرد على السؤال الذي طرح عليه بخصوص نواياه وأهدافه المستقبلية. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.